بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا الليلة أقلام عالمية في نافذتكم على العالم، نتجول حول ما يقوله أو ما تقوله المنابر العالمية حول وطننا ليبيا. أبدأ بتعريجة بسيطة حول ما ذكرته في السابق في الحلقة السابقة وتقريبا الحلقة ما قبلها حول جائزة نوبل للسلام. جائزة نوبل السلام شيء رائع جدا، وضع نوبل لما توفى في وصيته لأن اخترع الديناميت وأحس أن سبب الموت وهني وقتال الناس، فوضع في وصيته أن الأموال متاعه والأشياء والاستثمارات تستخدم في إعطاء هذه الجائزة السنوية لكل من يبدع أو يتفوق في مجال من المجالات العلوم الطبيعية الإنسانية الأدبية وما إلى. وأيضا هناك جائزة نوبل السلام تحدثنا أن مناحم بيجن أخذها. من هو مناحم بيجن؟ مؤسس حزب الليكود أو وصل إلى رئاسة حزب الليكود في يوم ما. ولد في 1913 وتوفي في 1992، يعني عاش 80 سنة. قائد منظمة إرهابية إسرائيلية الأرغون، أسهمت في ترحيل الفلسطينيين، شارك في مذبحة ياسين. مذبحة ياسين مذبحة بشعة بشعة بشعة، وصلت فيها أعمال شنيعة جدا، حتى المرأة كانوا يبقر بطنها ويأخذوا الجنين ويرموه على صدرها ثم رموا الضحايا كلهم في بئر في القرية، قرية اسمها دير ياسين في 1948. الأرغون هي التي قامت أو شاركت في هذا الأمر. شارك أيضا في اغتيال برنارد ممثل الأمم المتحدة أو المفوض السامي اللي مفروض يحل مشاكل بالفلسطينيين والإسرائيليين في 48، وهو ينتمي إلى العائلة الملكية السعودية. اغتلوه لما كان عنده آراء واقتراحات حول حل القضية بين العرب والإسرائيليين. أسهم أيضا في تفجير فندق داود فيه جنود إنجليز في 1948. مجرم من الطراز الأول، إرهابي عالمي، أعطي جائزة نوبل السلام بالمشاركة مع السادات بعد ما داروا الاتفاقية في المعاصرة الحديثة، اتفاقية السلام أعتقد بتاع كامب ديفيد اللي حضرها كارتر، أو اللي كان كارتر وأمريكا هي الوسطى فيها. وبالتالي فقدت شخصيا الثقة في هذا الأمر. هذه تعريجة سريعة جدا. أيضا حسب هذا الموضوع، الآن اللي يسموا إرهابيين في العالم الإسلامي ومسجونين، هل يمكن أن يعاد صياغتهم وتفكيرهم إليه وينالوا في المستقبل حظوة؟ وأصبح رئيس وزراء إسرائيل على فكرة، هل سيصبح هؤلاء اللي مسمينهم إرهابيين ومحبسينهم في العالم كله على أساس أن هم يا قاعدة في تنظيم الدولة ينظر شنو، هل ممكن لو أعيد تأهيلهم وتفكيرهم وخرجوا أصبحوا وزراء؟ ما فيش مشكلة يصبحوا مسؤولين في دول، ما فيش مشكلة يأخذوا جوائز نوبل للسلام. هكذا يتساءل ضمير البشر يعني في ظلم. نبدأ بمقال يقول تونسيا تو هوست بوليتيكال ديالوج، هذه نشرتها ANSA اللي هي مصدر منبر إعلامي إيطالي. تونس تستضيف منتدى الحوار السياسي في نوفمبر. تونسيا تو هوست بوليتيكال ديالوج فورم إن نوفمبر. نفس المصدر ANSA نشر مقال يقول إيجيبت هوستس يو إن باكد، إيجيبت هوستس يو إن بروكرد، آسف بروكرد ليبيان بيس توك. مصر تستضيف محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة. هذه أكبر نكتة في التاريخ أن الدستور الليبي يناقش في مصر. دولة عسكرية دكتاتورية لا تهبى بالدساتير ولا بالقوانين، دولة ما هيش يعني لها باع طويل تاريخيا في الدساتير وما إليها، دولة عسكرية من عبد الناصر إلى يومنا هذا. أول مسار الانقلاب أول جملة يقولها كل من ينقلب على الدولة المدنية ما هي؟ يجمد الدستور أو يلغى الدستور ويعمل بالإعلان الدستوري بما فيهم خليفة. خليفة قبل لا يوصل قبل يدير انقلاب قال يعتبر الإعلان الدستوري مجمدا، هيك وضغط على دن. فقضية أن تناقش الدستور الليبي في مصر ليش يا ولد عمي؟ نحن شنو متخلفين ولا استغفر الله المعاقضة من رأس حنا؟ نحن متخلفين عقليا يعني ولا شنو؟ جهال. أو أيضا حتى لو كنت أنت من الدول المشهورة عنك في قضية الدساتير والحريات والديمقراطية تسجونك ملينا مظلومين وتقتل وتعتق كل يوم في ألاف، شنو نوع الدستور اللي بيطلع منه؟ لا، وبإشراف المخابرات المصرية. فهذا خبر نكتة واستهتار وتلاعب بمصير الوطن. نيو لاينس ماجازين، نيو لاينس ماجازين نشرت مقال يقول هاو أوباما جوت بولد انتو ريجيم تشينج ان ليبيا، كيف انجذب استدرج، كيف اغري او استدرج او انجذب اوباما الى تغيير النظام في ليبيا في 2011. مقال طويل
جدا 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 حقيقة، يسهل القراءة، يسهل الاطلاع والتلخيص، وقد نشارك به المشاهد الكريم بإذن الله في حلقات قادمة. أيضا نفس المصدر، نفس المصدر اللي هو نيوزلاين ماجازين، نشر مقال كيف أصبحت ليبيا، كيف أصبحت ليبيا ساحة معركة للقوى الأجنبية. How Libya became a battleground for foreign powers. نفس الشيء طويل جدا وتقرير يبدو أنه رائع. نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نشارك به المواطن الكريم بأقرب فرصة كذا. ذا بنينزويلا قطر نشرت مقال يقول قطر تركي بارتنرشيب، قطر تركي بارتنرشيب، الشراكة القطرية التركية. يقول هذا المقال إن الشعب التركي لا يمكن أن ينسى تضامن الشعب القطري مع تركيا في واقعة الانقلاب، أغرب واقعة انقلاب في تاريخ الإنسانية. خرجت القوات المسلحة، دبابات ومدرعات جزء منها بدير انقلاب، من خرج له؟ المواطن المدني البسيط اللي ضد النظام، اللي ضد أردوغان، لأنه يدرك سم وسموم وتخلف وتبعات الأنظمة العسكرية. وعي عالي جدا جدا تجد في وطننا، استغفر الله، في اللي يعبد في الصورة، في كندرة خليفة في صورة عسكر، حول خليفة وجيب عسكري تاني وأعطوه نفس الشخرة والزغم الإعلامي، نفس الشيء حيدير، مش مشكلة. عبدوا كندرة معمر وكندرة هذا مستعدين، تخلف يعني شريحة بسيطة. الحمد لله الوعي في ليبيا بدأ يتغير، تخلف كبير جدا. شوف الشعب التركي ضد أردوغان، أحزاب ضده خرجت، يعني تدرك أن العسكر لهم مهام غير حكم الدول، هذا الشيء طبيعي في العالم كله، مش مشكلة، مش لأنهم ما يصلحوش، لكن ما تقدرش تمسك مهمة غير مهمتك. يقول إن قطر، هذا المقال، برزت قوية بالرغم من الحصار الجائر منذ 72. تطورت العلاقات التركية بين قطر وتركيا للشراكة الثابتة قوية في مجال التجارة والسياحة وتبادل المعلومات والعلوم والدفاع. وصرح أردوغان يقول إن الشراكة مع قطر شراكة رابحة، وقال إن قيادة القوى المشتركة مع قطر هي رمز للأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين، وأن الوجود العسكري التركي في قطر ساهم في الإحلال الاستقرار في المنطقة بأكمله. هناك 500 شركة تركية في قطر، التبادل التجاري وصل إلى 18.8 مليار دولار، وأن صفقة القرن، يقول أردوغان في هذا المقال، تتجاهل حقوق الفلسطينيين، وأن ليس لهذه الصفقة فرصة للنجاح، وأن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وتحدث في المقال عن ترسيم الحدود مع ليبيا، والقوات التركية، ذكر أن القوات التركية تنظم في أنشطة تدريب ودعم في ليبيا، منها تدريب سمعنا بالأمس والأمس 120 ليبي من قبل القوات التركية. حقيقة نحتاج إلى حليف مستقر قوي غني، نحتاج إليه على الأقل إلى أن تقف البلد على أقدامها ونتبادل المصالح الاقتصادية. أعتقد أن خلط تركيا وقطر، الشراكة التركية القطرية، ثم الحديث عن ليبيا، ربما هناك إيحاء بأن نفس التجربة الناجحة بين تركيا وقطر قد تعود بين ليبيا وتركيا أيضا. المبعوث الأمريكي اللي هي حرية ديلي نشرت مقال يقول المبعوث الأمريكي تركيا تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الحوار في ليبيا. نشرت مقال يقول ليبيا، يعني المبعوث الأمريكي يشكر في الدور التركي في الحوارات السلمية القائمة الآن. أيضا ذا هندو في السبعة الهنود الذين اختطفوا والذين أطلق سراحهم، التي أدارت التفاوضات حول إطلاق سراحهم، سيدة تبسم منصور، وهي ناظرة مدرسة، هي التي أجرت الحوار لمحاولة إطلاق سراحهم. ليبيا بزنس نيوز نشرت مقال يقول UK اللي هي بريطانيا، يونايتد كينغدوم، UK appoints new trade envoy to Libya، المملكة المتحدة تعين مبعوثا تجاريا جديدا في ليبيا، كما أن الأناضول أجنسي نشرت مقال يقول Libyan government discovers two mass graves in Tarhuna. مقال بعد هذا، مصدر آخر، ثلاثة، يعني الحكومة الليبية تكتشف مقبرتين جماعيتين في ترهونة، هذا المقال نشرتها أناضول أجنسي. بعد ذلك في هناك مقبرة أخرى من مقابر ترهونة، لأول مرة في التاريخ، مرة أخرى أكرر وبمرارة، لأول مرة في التاريخ الناس تطلب في خرائط المناجم والألغام لما تتحارب الجيوش، دول أعداء تتقاتل حروب بينهم، لما تنتهي الحروب كل واحد يعطي للآخر خريطة الألغام، وين حطيت الألغام في المناطق هذه باش يحاولون وما يموتوش الناس بعد انتهاء الحرب. هنا الآن بدل ما نطلبوا، لا، حصلنا خرائط ألغام اللي حطوهم الإخوة الفاغنر
لا حصلنا خرائط الألغام ولا حصلنا الآن نبو خرائط المقابر. كل يوم ثلاثة طالعة مقبرة واثنين وثلاثة وأربعة ويتحدثوا عن الأمن والأمان والسلام. نفس الوجوه مش الناس اللي ما شاركتش في الحركة تتحدث الأمن والأمان والسلام والصلاحية، اللي شاركت واللي قتلت واللي عندها كذا. نريد أن نعود إلى مدينتنا ونحن أهل سلام. انتهى الحرب، يا للهول، لقد أخطأنا في تلك الحرب. أنتوا لازم تحاسبوا وتفضلوا. بعد المحاسبة حاضر، ما فيش مشكلة. الجيش التركي يبدأ بتدريب 100، لكن قلنا 120 تقريبا. أيضا آخر حاجة أخذ بها هذه المجموعة الأولى أن دبلومات مصدر حكومي فرنسي، احتمال حتى وزير الخارجية ووزير الداخلية، نشر مقال يقول ليبيا question and answer Q&A from the press briefing في 9 أكتوبر 2020. يقول ليبيا أسئلة وأجوبة من المؤتمر الصحفي 9 أكتوبر. لا يوجد حل عسكري، يقول لا يوجد حل عسكري، حل سياسي. ده مصدر فرنسي من الدولة الفرنسية. لا يوجد حل سياسي شامل، وجيران ليبيا بس هم لازم يشتركوا في الحوارات ونشجعوا هذه الحوارات، والدول المجاورة ليبيا فقط، وفككم من الدول الأجنبية المتدخلة. طبعا فيها غمز ولمز على من؟ على تركيا أولا. ثانيا، لماذا بس الدول المجاورة ليبيا؟ يقول هذا التصريح التدليسي الكذاب، يقول لأن هي المتأثرة بما يحدث في ليبيا، مع أن ليبيا هي المتأثرة بما يفعله جيراننا الكرام من بعث المرتزقات من إنشاد المجد وتدخل مصر وتدخل. أنتوا تدخلوا فينا، أنتوا اللي هلكتونا ودمرتونا، مش إحنا الذين تأثرتم. ولذلك فرنسا تحاول أن تبعد تركيا من كل المجالات حتى السياسية والاقتصادية. الآن مقال اللاجي الذي قتلت عائلته، نشرات البي بي سي، نشرات البي بي سي. وليد أسمع عبد الله أبوه من عمره 6 سنوات، هو مفروض الفيديو يتحرك أنا لكن ممكن خطأي أنا هنا. هذا الفيديو يوري شاب أسمع عبد الله من عمره 6 سنين، أبوه يعلم فيه في الخير، لما كان عمره 7 سنوات اقتحمت قريتهم من ميليشيا تابعة للدولة، هربوا إلى تشاد هو أخوه، هربوا لتشاد هو أخوه، أبوه قتل في تلك الهجمة على قريتهم في السودان. الشاب هذا سوداني، هربوا إلى تشاد ثم هرب إلى ليبيا، لوجد نفسه في مركز لجوء أو مركز احتجاز في ليبيا، ويبوا جندوهم، رفض التجنيد وهرب إلى فرنسا، ربما عن طريق البحر. من فرنسا هرب إلى بريطانيا، وجد نفسه في اسطبل بتاع سباق خيول رائع جدا، حاجة مرموقة ملكية، تعرف عند البريطانيين لما بيكوشوا بيدروا، حاجة راقية جدا جدا. وتحدث وقال أني ضربت في ليبيا يعني وعذبتها وهربت إلى بريطانيا بحسب البي بي سي. قضية المهاجرين ما زالت تضرب فينا، تطعم في قلوبنا وتطعم فينا في نفوسنا وفي عقولنا وفي أفئدتنا كليبيين. The UN المقال الأسبوع الماضي تاع الفورم بلوسي، The UN is leaving migrants to die in Libya. Very يعني تقرير رائع رائع. أتمنى كل من يريد أن يطلع قضايا والذي يحدث في ليبيا يبدأ بهذا التقرير الذي تحدثنا عنه. هذا التقرير مرة أخرى، هذا التقرير كما ذكرنا مفصل جدا، ولا يتهم الليبيين فقط، يتهم الجميع بفهم الأمم المتحدة وكل الوكالات التابعة للأمم المتحدة. أيضا هذا التقرير نمر على بعض النقاط التي لم نمر عليها في المرة السابقة. تقول الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتركون المهاجرين ليموتوا في ليبيا. حكينا على قصة السيدة فاطمة، مات ابنها أمامها تتفرج عليه 3 أيام وهو يتألم، ثم رق قلب أحد الأخوة بشيلة، مات في الطريق. زوجها لما سمع بموت ابنه مات بعد أسبوع بسكتة دماغية. تقول الهيئة الطبية الدولية، المنظمة التي يفترض أنها تقدم الرعاية الطبية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوض السامية للأمم المتحدة أيضا لشؤون اللاجئين، كل هذه الهيئات كانت غائبة عن الحدث وغائبة عن كل هذه الأحداث وعن كل هذه التجاوزات التي حدثت ضد المهاجرين. المساعدات الطبية حسب هذا التقرير في الزنتان أوقفت بين أكتوبر 2018 ويناير، أوقفت بسبب شنو؟ التواصل مع الإدارة. ما لا يقل عن 23 شخص قتلوا منذ سبتمبر، بين سبتمبر وأكتوبر. هذا المقال كتب في أكتوبر 2019 وكتبت سيدة اسمها سالي
هايدن، سالي هايدن، بسبب نقص الرعاية الطبية مات الكثير جدا جدا، وبسبب الظروف السيئة. بعد 7 أشهر ماتوا 22 تنين. هذه المراكز، يقول التقرير، هذه المراكز تديرها الإدارة الليبية يفترض لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا. لكن في الواقع بحسب التقرير طبعا، أن أغلب مراكز الاحتجاز تسيطر عليها ميليشيات. منذ 2017 خفر السواحل الليبي تم مساعدتهم من قبل من؟ الاتحاد الأوروبي، وتدريبهم بأدوات، بعشرات تدريبات ومعونات وتمويل عشرات الملايين من الدولارات موجودة. يعني حتى السلطات الليبية والمسؤولين الليبيين كانوا بيردوا على هذا التقرير ويفندوه أو يقبلوه أو يستفيدوا منه في حل القضية. يعني مصدر الأموال كان مرة أخرى الصندوق الاستئماني لأفريقيا، فيه مليارات الدولارات يفترض أنها تستخدم لحل هذه القضايا المهاجرين. عشرات من مهربين البشر. مركز احتجاز في سوق الخميس على فكرة بمجرد استلام مهاجرين، في اتفاق، مرة أخرى أذكر نفسي والمشاهد الكريم، اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبين خفر السواحل الليبي، أي واحد بيهاجر يردوه ليبيا. أولا ممنوع 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 بالقانون الدولي تأخذ مهاجر أو لاجئ وتعود به إلى منطقة غير آمنة، يمنع. إذا اللي نديروا فيه نحن كخفر السواحل ربما بحسن نية أو ما إليه ولا لا، أو عبر اتفاقيات، ممنوع دوليا، ممنوع خفر السواحل الليبي يرد أي مهاجر، يمنع منعا باتا. وبالتالي دفننا مراكب الاتحاد الأوروبي، يديروها أنتم يا ليبيين، ونحن أبرياء بعيدة عن القضية. حتى المحاكم الدولية ما تقدرش تحاكم الاتحاد الأوروبي، ربما تحاكم في جوانب أخرى، في محاكم ضده، في محاكم ضد الاتحاد الأوروبي لا علاقات بالهجرة في ليبيا، لكن في جوانب أخرى مش في الجانب هذا. الليبيين ربما يحاكموا فيش في قضيتين، قضية انتهاكات حقوق البشر في مراكز الاحتجاز، وأنك أصلا تعاود في مهاجر لمنطقة فيها حرب وغير آمنة. في سوق الخميس بمجرد ما استلموهم، ما جابوهم خفر السواحل، جابوا وحدين حاولوا يوصلوا أوروبا، حطوهم السوق الخميس، باعوهم على طول إلى مهربي البشر. 22 محتجز، 22 من المهاجرين خذوهم تحت في غرفة وعذبوهم فين؟ في مركز احتجاز في طريق السكة. الكارثة أن الـ IOM International Organization of Migration والمفوضية السامية يدركوا ويعلموا كل ما حدث لكنهم لا يفعلون شيئا. الآلاف من المحتجزين موجودين في قاعات بدون تهوية طبعا، بدون أدوية. انتشر مرض السل لأن مرض معدي في أكتوبر 2018 كما ذكرنا الحلقة السابقة. واحد صومالي، أخ صومالي، حرق نفسه من المعيشة السوداء النودة، لا هاجر، لا وصل لأوروبا، لا رد لبلاده، لا قعد في مكان يقبل أن يعيش فيه البشر، بل حتى الخنازير لا ترضى أن تعيش في هذا المكان. مسمينا جحيم ليبيا، الجحيم في الأرض، مقالات عديدة جدا، أكثر من صحيفة على فكرة، صحف عالمية، جحيم ليبيا، الجحيم في الأرض، مش عارف المكان الذي يعفن فيه البشر. يعني مقالات لا أول لها ولا آخر. بعد هجوم حفتر في 4/4/2019 طبعا زادت حياتهم نكد أسود أنود، حرب دخلت حتى طرابلس وزوارة وش اسمه المناطق وضواحي طرابلس، خشن في حرب، وهم أصلا مهاجرين وحياتهم متملحة من قبل، فزاد عاد الحرب. في شهر 7 يذكر المشاهد الكريم 53 قتلوا بالقصف الإدارة خليفة حفتر. وكالات الأمم المتحدة، وكالات الأمم المتحدة بحسب مسؤولين سابقين، مسؤولين سابقين ومتواجدين في الإغاثة، يقول وكالات الأمم المتحدة تتجاهل أو تقلل من أهمية هذه الانتهاكات، ما تطلعش في حقائقها، ما تنشرش فيها، ما تكتبش عليها في تقارير. ليش؟ ليش؟ من أجل الحفاظ على التمويل. من من التمويل؟ من الاتحاد الأوروبي. يعني لما أنت تطلع هذه الكوارث معناها أنت فاشل ولا لا، ومعناها نبغى نبحث عن حل آخر ربما يكونش لا توافق عليه الاتحاد الأوروبي. منذ 2016 قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن 88 مليون يورو، 88 مليون يورو يعني 96 مليون دولار في ذلك الوقت في لحظة كتابة هذا المقال، من صندوق الاستئمان والإيمان الأفريقي ذهبت إلى المنظمة الدولية وين؟ للهجرة في ليبيا. في ليبيا يعني الفاسيليتيز، مراكز الاحتجاز اللي يحطوا فيهن الخنازير ما ترضاهاش، وشفتوا الصور وفي مقاطع فيديو، وسنواصل الحديث عن هذا الامر الى ان ينهي الله سبحانه وتعالى، لانه عار علينا كبشر، عار على الانسانيه، وايضا قد يلاحقنا قانونيا مستقبلا. 47 مليون يورو ذهبت للمفوضيه الامم المتحده من الاتحاد الاوروبي على فكره، من الاتحاد الاوروبي.
الوكالات التابعة للأمم المتحدة تعمل على تبييض الانتهاكات تسهيلهم أو التقليل من أخطارها أو إخفائها نهائياً، إخفاء هذه الانتهاكات. لماذا؟ حتى تتحصل على التمويل. الأمم المتحدة ووكالاتها لا تخرج الحقائق، ماشي، لا تخرج الحقائق حتى لا تفقد التمويل. إشكالية أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى غلق مراكز الاحتجاز، يدعو إلى غلق مراكز الاحتجاز، وطلقوا الناس يا راجل، طلقوهم في البلاد، ليش حطينا في مراكز احتجاز بهذا السوء ولا لا؟ وهو نفس الشيء، يعني هو اللي يخلي، هو اللي يؤمر في خبر السواحل الليبي أو هناك اتفاقية يردوا، ما يخشوش، ما يجونوش لأوروبا، يردوا ليبيا. باي وين حطهم في ليبيا؟ يعني هم، هل تعرف أخي الكريم كم عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟ المعروفين والمرصودين رسميا ممكن 6,000 7,000، لكن هناك لا يقل عن ربع مليون، ربع مليون إنسان مهاجر غير شرعي في ليبيا. لما تضغلهم في البلاد لا تعرفهم وين، لا تعرفهم من، لا تعرف من المجرم منهم، من المريض، من اللي يعني يحمل كذا. حتى برغم، حتى لو كلهم مجرمين ومرضى وعندهم ايدز وعندهم نهار احرف اسود ولا لا، لكن معاملتهم غير الإنسانية خطأ مهما كانت. هذه المليارات وهذه الملايين، ديروا مراكز احتجاز جنينة، يعني حمامات وألعاب ومش عارف، حاجات بسيطة، حاجيات الإنسان الأساسية البسيطة جدا جدا. ابنوا بيهن يا أوروبا، تعالي أنت تكسرنا في الرأس 24 ساعة، تنقضي في الحالة السيئة لمراكز الاحتجاز في ليبيا، ممتاز، جيبوا شوي ملايين وابنوا، تفضلوا طريق الأرض سفرتح واسعة، وابنوا مراكز احتجاز يا سيدي، وفكونا من هالموضوع. مليارات الله سبحانه وتعالى وين عدن هذين؟ وين يمشي؟ إذا كان ما فيش حمامات، حمامات ما فيش، مية إلا بالرجل يابس، في بعض المقالات تقول في تجويع وفي ما فيش مية وما فيش طعام والطعام بالكذا وقتل وضرب وما إليه. فكي أين الأموال؟ أين تذهب هذه كل هذه الأموال؟ الإشكالية أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إغلاق هذه وينتقد الأوضاع المزرية في مراكز الاحتجاج، وهو من يدعم جهود عودة المهاجرين إلى ليبيا. يعني ينقد في مراكز الاحتجاج ويقول أعوذ بالله جحيم ليبيا الوطن، انظر كيف حالة مزرية، حقوق الإنسان منتهكة في المهاجرين، وهو الذي يدعو إلى عودة المهاجرين إلى ليبيا. أصلا يعني الاعتماد على تمويل الاتحاد الأوروبي، هذه من مشاكل الأمم المتحدة أنها تعتمد على تمويل الاتحاد الأوروبي، عاجز عن تغيير سياسة الاتحاد والمؤسسات الحكومية في ليبيا، ضعيفة. أشار إلي السيد المخرجي بقرب انتهاء وقت الحلقة، لكن قبل ذلك في حادثة حديثة جدا تقريبا أمس الأسبوع الماضي، حوش في العجلات هدين عليه واخذين سرقين منه متاع مهاجرين، سرقين منه أشياء ثمينة جدا بحسب المقال، طبعا ما قالش، ليبيا هيرالد نشرت هذا، ليبيا هيرالد، بحسب المقال أشياء ثمينة وهويات ووثائق وكذا للناس، وجمعوهم 350 واحد وحطوهم في هنجر قريب من صبراتها، قريب من صبراتها 350 إنسان، مشى واحد من أطباء بلا حدود يزور في هذا المركز، لقى 350 إنسان مبطحين على الأرض، أغلبهم نساء وأطفال وما إليه. كارثة، كارثة من الكوارث. حتى في أحد مراكز الاحتجاز الأطباء يسمح لهم بالوصول للنساء والأطفال، ممنوع تعدي تعالج الرجال. هكذا بحسب هذه المقالات، يجب أن يتبع هذه القضية، ويجب أن يعني هؤلاء المهاجرين 60 مهاجر ما زالوا معتقلين من 350، أطلق سراح البعض، سجن البعض، هذا هو المقال. صبراتة تحت، ركز هذا المقال أن صبراتة تحت حكومة الوفاق، وصبراتة في الغرب، منهم 24 طفل، هذا من 60 مش من 300، تم اختطافهم من منازلهم منذ أسبوعين، المقال في 9 أكتوبر، هذا حديثا على فكرة، محتجزين أو معتقلين في قاعدة عسكرية سابقة، مكان كان شرق قاعدة عسكرية، محتجزين في أوضاع مروعة، تم البلاغ عن ذلك، وصارت هرجة وفوضى في ذلك الوقت في ذلك الهانجر اللي قريب من صبراتة، فصار إطلاق نار، إطلاق نار كبير جدا في الهواء، ماتوا ثلاثة، ثلاثة ماتوا، أيضا انتشرت 3 جثث، وتم إنقاذ 22، الله أعلم، كلمة إنقاذ، إنقاذ. الآي أو إم أمس مطلع مقال بعد ما تحدثنا عنهم الأسبوع الماضي، مش عارف عاد رد فعل لذلك أو صدفة، أنها أنقذت 10,000، ما يقارب 10,000 في السنة الماضية، أنقذتهم، يعني تعرف إيش معنى أنقذتهم؟ ردتهم من ليبيا، حطتهم فيما تسميه مناطق الجحيم. حقيقة أريد بصورة سريعة جدا 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 أتحدث عن الحلول اللي يعرفها المواطن الليبي. أول حاجة تنمية أفريقيا، أفريقيا أوروبا هي اللي مصت دمها، خلتها فقيرة متخلفة، بحيث الناس سيبوا بلادهم يدوروا في الخبز ويأكلوا، فأوروبا مسؤولة عن تنمية أفريقيا. 2، أنك أنت تأخذ إنسان لموقع حرب كيف ليبيا،
جريمة قاتلة. ثلاثة، لابد الرؤساء متاعين الدول اللي أبنائهم يهاجروا يحاكموا ويحاسبوا وينظروا أبنائهم ما تمشوش ليبيا. مش بس ليبيا هي التي تتهم، ما زال هناك كوارث وما زال هناك مآسي وما زالت هناك بشاعة كبيرة جدا ضد البشر. وبعض الناس لهم عواطف مع من ينتموا إليهم. بين هؤلاء المهاجرين نساء مسلمين ومسلمات ومسيحيين وناس طيبين، وفي ناس خلوقين وكل هدفهم أن يصلوا إلى حياة تليق بالبشر. هذا كل أهدافهم. أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة. نكمل بإذن الله حول العديد من المواضيع حول وطننا ليبيا وحول هذا الموضوع أيضا، لن نتركه بإذن الله إلى أن يتم ما أراده الله في هذا الأمر في صالح ليبيا بإذن الله. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.